تركز معايا عشان خاطر عايزين نخلص عشان انت وراك دروس كتير، ما هوش درس واحد. ماشي حاضر يا ماما، انا مركز اهو. تم قتل توران شاه على يد ها تم قتل توران شاه على يد مين؟ تم قتل توران شاه على يد مين؟ عبد الملك زرزور. عبد الملك زرزور ايه يا خايب يا فاشل يا اللي ما شفتش رباية انت؟ ركز معايا. ايه دي بس؟ والله ركز معاك بس. ايه دي؟ جامعة مصر بين مركز الخلافة العباسية ومقر الدولة المملوكية في عهد مين؟ افتكر افتكر لسه فاكرها والله دلوقتي، لسه كانت في دماغي حالا. عهد حمو بيك. حمو بيك، حمو بيك يا ابن الكلب اللي ما شفتش يوم رباية. حمو في ايه يا وليه انت؟ صوتك عليك يا الان. تعالى يا اخويا شوف ابنك الفاشل الخايب الصايع اللي ما شافش التربيه بجنيه. في حد يذاكر لابنه كده؟ هتعقد لنا الولد، ان ما لناش غيره. قومي قومي قومي، تعالى اذاكر له انا. ايوه جدع، تعالى بقى اذاكر له انت يا عم ابراهيم الفقي. انا عايزك بقى تركز معايا شويه. ماشي حاضر يا ابو، ركز معايا. بيقول لك بقى يا سيدي، عز الدين ايبك تزوج من شجره الدر وتنازلت له عن الحكم. يا ابن الحرام. ايه يا عم؟ لا قصدي على عم عز ده، يعني اتجوز شجره الدر وتنازلت له على، يعني قلبها في الحكم يعني. يا نهار اسود. طب ممكن بقى تسيبك من شجره الدر دلوقتي وركز معايا. خلاص يا عم مركز معاكم، مركز معاكم. قوم كده، احنا خلصنا الدرس كله بما تفسر قيام الدول المستقله في مصر. ماشي فكك من السؤال ده، خد السؤال التاني. بما تفسر ضعف وسقوط الدولة العباسية. ده سهل، هو لسه شارحينه اخر حاجة، لسه شارحينه. طب انا بشرح لمين من الدرس من ساعتها؟ طب بس ايه ده بس، ممكن تشرح لي الدرس ده من اول تاني؟ اعيد لك الدرس من الاول، يعني اشرحه لك من الاول. اه صح، انا اشرحه لك من الاول بس مش هنا، قدام على السطح. يا نهار اسود، يا ريت ما خليتي تذاكر لي، كانت امي بتذاكر لي. ارحم، هذه اخرة اللي خلى ابوه ذكر.